الله يبارك. وهنا يتعلموا القليب. القليب. القليب يضرب بالدماء. كانوا يتعلموا في الجوني. اكو جولتها الحمراء هذا تقولوا بالك. لا جيباك. جيباك. لعبت مع شوسي عكاشة. جيباك. أمي رباد. عطوي أخوه عطوي. حوتي ربي يرحمه. ديفونسير كنتي قالوا لي. ديفونسير. جوال ربي يرحمه. سبتي نرفو ونركب هانو ويابنا سبتي ربي يرحمه. هاي هاي انت هذا هو السبت. بس مش ولده. راني نزورك عمي عبد الباري. زورنا وحق جنابك يزورنا. لازم. احنا نخدموا وانت ما تخدمش قاعد تخدم وانت. والله والو غير تاع احنا في حنا والو تقول بالك نحك جنابي ونحك راسي كلش. اسمع كلش ماشي. نطلع عليك ان شاء الله. واحد شوف نعطيك حاجه هي. هاي. تاع الحاج العمق. هاي مسكيلاسيون. أطار هو هذا أطار هو يكون معدي هز حجر عليا إيه يمكن يساعد عليه شيء وديه للطيار الطيار ينجي يزيد يلقليها يلقليها يعني سيت أنا رشيف نقول لك هذايا أنا قلت خم قاعد خمها قلت أنا يا تاع وشي هذه كنت الدول دار الثقافة. علاش؟ شكون هذا؟ وين على بالك أنت؟ عنق هذا. شبيبة صغيرة هاي هاي تقول حاجة هاك هكذا هكذا هاي مال عمي عبد نطلع عليك عمي عبد الباري. أنا شفته آخر مرة. خذ قاعدة ملاح. آخر مرة جاب التياتر. تياتر؟ أما اللي نتروني وتوفى. جاب التياتر. أها. شي نقول لك مع عليلو هذاك نيشان عليلو ولدو حكم مكان ونسيت الطيار وفاهم اجماعك وش نقول لك من بعد على الاخر واش قال ربي كان السلام عليكم بارك الله فيكم الحضور هذايا راكم فرحتونا واني فرح بكم وبصح مادة بكم تبلغوا لي السؤال الشيخة الشيخة تاعكم من الشيخة ناس صالحين كما نقولوا لي أيما أيما هم الشيخ الشيخ شيخكم خاطر هم بركة كبيرة عمي كلمة الشيخ أولياء صالحين من ناس صالحين كان البلاد هذه مليانة بالصالحين كاينة نعم يقول لك ما كانش كاينة ما تعرف يدوروا هنا وأنت ما تعرفوش هذا ولا الولاد ما تبانوا لهنا نورمال فيها والو ونقولوا الى غدوة عيد عيدكم مبارك ربي يصلح بلادنا بلاد المولدين ونسينا ربي نسينا من البلا والمصايب ان شاء الله ان شاء الله البلا والمصايب لان 27 مش شايتين هم يخرجوا هم يستناو هم قريب يخرجوا قال له واحد الشيخ مش قاعد صحيت قال له يا ربي يا ربي نجينا من عبد طبعه شيطاني كاين عباد طبيعتهم شيطانيه كاين ناس ربانيه شيطان الانس ما تقربوش نعم شيطان عندك دائما شيطان الانس ما تقربوش السلام عليكم كاين الحكمه نعم كاين ناس عندهم الحكمه ما يقدم لهم لا شيطان الانس ولا الجن ما منش منهم مش بعيد يصرف ما الناس كاينه نعم بعد كان يريح في بومة في الغاز بزاف هو العنقة هو لا لا جاء عمل عرس عند بوبي عند بوبي عند بوبي هو كان يجي المحطة تاعه هو كان يجي على النبا انا كنت كانوا الناس يعرفوه الكبار كان شيخ كبار تاعنا هنا شيخ علي المبروك الله يرحمه شيخ كان يجي المحبة تاعه مادام هو ما نقول لك حاجة مش سهلة زيادة يخافوا منه كل عبالي بيه غشيم ياسر قاعد معاها راجل عنده قلب صح اسمر قلبه نور نور انسان مؤمن صح وعطاه ربي الحكمه هذه عطاه الصالحين
كان واحد يقولوا له مكوك عمي احمد مخوخ مخوخ عندي كيسك هنا كادي عليه مخوخ هذا عنده مكان في سلكاش وكي وقت فرنسا على كريم حكيت عليه هو قال لي هو كان يجينا بلاد قبايل وكان في بلاد قبايل كان واحد انسان رجل صالح قبايلي هو رجل صالح يجيوها هكل ويجي هو بالقمر يقولوا قمبر 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 حتى هذا هيا من العمي عبد البال نطل عليك نحكاس نحك راسي وجناب نحك كل شيء سلام صحيح قاعدة مسبقا عيد وزيد ابو هجة طلع في راعك مستوى الله رمضان تنسى الولاد قاعدة كي مادي عمي عبد البال شكون الشاب ولا وش اسمه ولا فرزاعي الدار هذيك زاهية واحد منهم جابوا هذاك تاع الرحبة اللي عنده بومبايسون لا بوم وش اسمه كان واحد الراجل يسكن تما الدار هذيك وي هذه دارة هذيك طلع هو بالسطح في الليل سمعوا طلع الراجل صار قرا عن شيخ المدينة وعنده حكمة كلش وش طوري ما منك وقت طلع انا نخدم في الدوش بعد الصباح هود هو جا خش قال يسمع شكون الشيخ هذاك متعجب الشيخ هو الزاهي هذا الزاهي ولا العشاب انا بس ما نسيت قال لي سمعته نط طلعت السطاح في الصباح ولا الصلاه عليه سما حبه سامر منو نذكر المشايخ تاعنا تاع الناب النورت لا لا هنا كان شيخ قلق ربي يرحمه شيخ قلقة والله كما هو أتبع شيخ إبراهيم ربي أسمع أدراني يا دوما لا يا نسي مشايخ شن الكرام الفضل تاعي كان الشيخ قلقة كما الحاج العنقة لا ربي يا شيخ قلقة عشان النبي كان العماري يا ذكر ربي هيا خويا ابراهيم ابراهيم اقل مني ابراهيم بي يحبوه الجزيريه ابراهيم بي ابراهيم بي اه ولد المحافر ابراهيم بي نو قولي راسه مش خوش كل محمد لا فهمي بي كبير كان خور كبير ستة كرون جوا كان وقت فرنسا سيديك سوري ما كانش عبد انا نشفت صغير نصدم يحكوا البالون على الرين هكا يجي بها ويماركي بيه شفت تنكون جوار نادي بيه يا حسرة كان هذا في الجيباك يهود يفوتوا عليه الليلة قالك تاع الماتش وبعث لهم نقول لهم اني مريض يجيوها شو كيما يجيوها بالفارماسي يقولوا له شو يقول لهم نجي وحسين وتباوز دا تم يعملوا المساج بعد يشبه يقول لك عشان هذاك تاع بيك الزرقاء حط هذا جو كوا سافا جو في جوري دوما ساجو كانوا البزارات تاعهم يعدي الكوستينات يشتيوها بكري يا وقت فرنسا عمي عبد الباري كلامك كبير نطلع عليك اسف نقول لها قاعده ملاح بلا تليفون خاطر جاي نجيك ان شاء الله ان شاء الله اللهم امين اللهم امين بارك الله صابر الفطور هذه البلاد قاعده في البلاد ما فيها تقبل هذه غير الزونسيان هذه هذول اللي شايل عطاهم تليفونات زمان قاعده باش مقطوعين هذه شارم هذه يا جدة شارم تقليدية تقليدية لا كان شيء حانوت أقل حانوت بسيطة بسيطة جدا 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 نقسموا كنت نسبة كعطيتها هونديري هكا لا هو اللي قاعد يحكي فمه هو نعم هو اللي يحكي فمه محمد العنف قال لي بوبينا تاعه بوبينا تاعه
يحكي هو بحد ذاته واش كان يدير في حياته وكان صغير وراح يتبع المدارات وعنده الوقت راح يهز القفة هذيك يتاع العام ويخدم في البار. كل يوم كيما كاك تسمع مره مدار عنده شيخ واش اسمه شيخ النادار كان يخدم مهم وزني يخدم مهم وزني اول خدمه دي يخدمها موازني هو يا ربي راه من بعديك ما الوالدين معاه ماك مره مليح مره مش مليح كيما نقولوا احنا ما حبولوش لا بعديك خلاوه الهويه تاعو كيما كان انا واحد كما قلت كلام كبير هنا البلاد نعطوا لومبيونس البلاد كي جا فيها العنق وسط جا فيها شكون وعمي عبد الباري احكي لك على البلايص كنت على بلاصه كيش كانت لنا واش الكيوسك دار القاوري هذاك اللي هي عندها واحد قد 12 يوم انا ما وصلنا العصر هنا وخرجنا جاو القر هاي جيه انا تفرج ساعة ساعة لي فيديو في الخارج يكتبوا لي يقول لي عود يشوفوا لي فيديو مش انا اندري انا ولا انت ولا انت يصور عادي انا بس نكون انا تعجبهم برك كيف توصلوا كيف تفرحهم الدنيا وما فيها انا بالنسبه لي ما ربح منها لا دراهم لا والمدى فيه نوصل ميساج لخاوتنا برك يدير لهم سلمة العالم المعنوية تاعهم كذلك ميساجور اي يا خويا صحة في الامان ان شاء الله عطاه هذا خويا نبيعو نشريو على المباشر يا ربي سومو ولا سومو خويا فتح كيفاش تمشي البيع على هنا كيفاش في البلاصه دار جيب البرودوي تاعك توقفو توقفو كيما هكا يجي للزبون اها باش نبيعو شرا كيفاه يغزر هكا مع الزبون يقول لك اذا عطاك انا نقول له بابك يا ربي بابك هو يبدا يسوم يفتح الباب ولا يقول لي اعطيني سومتك كل مره كيف ما انا نطلب سومتي زعما كي يعطيك سومه واش تقول له انت كيما تعجبك نقول له ما زلت اش يربح اش اللي تربح زيدني شي حوايج وداها كي تلحق السومه صحيحه نقول له الله يربح حلال عليك يربح حلال عليك حلال عليك كيما كان البيع تاع بلاص دار مدينه يعرفوا كانت شنطاطه كانت مرسيدس كانت مرسيدس خدمتهم كل شنطاطه مرسيدس كل دخان قديمه طيح هنا القازرنا كتب القازرنا وانشيراتون وانشيراتون كامله شارم فيها شارم شارم بينسل شارم هاك تشوف الاولاد اخويا ها قصر بعد تعقب عشية شوان هكذا وقت واحد حتى نص ساعة نتمنى تروح تلاقى بالحباب واحد هي يا خويا تحط عنابة تقول لك الفيديو عنابة عنابة تحب تبان هكا تقول حاجة تحب تقول حاجة هاي هاي خويا بسلام صح خويا في الأمان خويا يا هادري انت يقول لي لو قبل يرد هيا هيا خيبتي نصيرة نصيرة انت يا نصيرة ترى بلاص دارما ما نصوركش نصيرة مش نصيرة لا نصيرة لا هيا من طلع من تعناب تقول لي حاجة هكا لا من حتى شيء لا هيا ما نقولوا والو هاك يا اسماء يا اسماء واحدة شوف الولاد هنا البيع دما شوية عطوني 120 ثم تعمل سما في راسك كي نسومك يقول الله يربح ومش مبعد عطوني 120 هذا مش ثم يفهم الواحد الزبون وين واصل تقريبا مش مبعد ويطونش في زوز حط في الماء نورمال هذا وده نادور لا ما صورش انت نادور برك ها يا راه الحاصل عليك ما تبانش المهم باش نفهموا البيع والشراء كيفاش تباع ولا في بلاصه ايش قدير انت ما فهمتش قول لي اللي صورت اجواء تاع رمضان بلاصه ما خلقش راه باش نشوفوا البيع كي واحد كيبيع يدخل بلاصه الدار ما يعرفش ولا حاجه يعرف كيفاش يبيع وشراء تفرج كل صراحه بالصوت هكذا خويا عكرت هنا نورمال تحب ينصب ينصب انا هذا كل بعد انا بعت فيها بلاصه الدار ولا يوم بعد من حشمه بعت فيها بلاصه الدار وشنطاطه ومرسيس ويا بخي يا كنت نخدم امنار تاع اجون تاع امنار يا ريحي غير وقت كل شيء برك ما يقصر برك يجي سيات فكرك نورمال تلقى بالناس حنا كل بعنا فيها شنطاطه ومرسيس الشنطاطه هو الاول اللي كان ينصب الاول ومن بعد مرسيس ومن بعد رحبه هي يا خويا ساعه بعد الفطور والبرصة على هنا واش بيت البرصة طال سامو ولا سامو سامو 80 سامو 80 حرم على هذا ان شاء
شي حاجه هايا روحوا برك كيوس قديم هذا باين صوروا ياسين رابيه داك وراحوا ولا ياسين وين ياسين داك لهنا هي بلاصه البلاصه قولوا الفيديو تاع الوداع هذا سي بون ياسين فيديو تاع الوداع هذا سي بون هيا تاع صوروا صوروا هكا كلمه تاع رمضان ما قالوش رمضان هيا يخدموا روح روح طالع ودي صورنا فتح انا جينا كفتح هذا اخي شراك صباح واش خالو واش كنت بيان والله حبس نوض دورك كيما طلع معايا هيا هيا ايطاليان اسمع كما هذا ما كنا نطق ايطاليان انا خالي دورها دورها ايطاليا ايطاليا برانتو هيا هيا مش راحت مع الناس انت اخو واش كنت واش الغيبه والله بيان صافي هاك شوف انا كثرتي السكسي كبير اخويا والله نورمال احنا في التمر تاع السكسي انا خاطيني انا غير وسيله فقط الله يبارك والله شفناه في اليوتيوب الله يبارك ما شاء الله طلعت مليحه طلعت فرق راس الله يبارك هيا كم يا زيت اخويا تجي بس انتوا هم الصح اننا والو احنا وسيله بنعتو انا ما يشوفوكم احنا يطلع لنا المورال هكذا خويا رمضان الله يبارك فضل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غير ربي يتقبل منا اللهم امين ان شاء الله دائما ان شاء الله الصحه والهنا ان شاء الله بارك ولا يمشي شي الامور صافا شي لا كوموند جماعه جاي او برودوي مليح انا قاعد نشوف ها تشوف ها اي منظمه بيان هي والله بيان الحمد لله تشوف الاولاد عن الفول تشوف هاك ماما من تحت ماما قاعد هنا مالا هكذا صديقي يا الله يبارك اوسي نحطوها هذه تفرج هاي انت الله يسلمك انا مع ياسين هاي عندك بيتزا للولد هذوك كنجي كم ساعه ها نجي هاي الله يستر الولد جيت تدي وحده هاي ان شاء الله هاي عطيني معدنوس المعدنوس وش 25 الولاد لهنا مجموعين معنا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا اخويا ياسين انا نجيك يا ياسين عندك ارواح كلمه تعرفني كلمه طلع اخويا اخويا هيا اخويا انا نحكم فيه ما حكمتكش يا اختي هذا عايش امريكان هذا معايا لا حكمت لي غير عندك هيا هاي انا لا بلاص دار من هنا والماروتي الماروتي وما ادراك ما الماروتي تمشي بك التلمسان توصل العام الجاي ها هو يطلع فلتاع هو هو يطلع فلتاع ولا هنا ولا هنا يا كادر هاي قاعدة كيفاش تاع الولاد الناس بريباراسيون غدوة مالا جا قول لي يا كادر هاني جيتك اخويا ها رص على البوطون جيك انا هاني شفتك هاني على بال ما ليش هاني جيت قول لي ربي يرحمه ولدي الله ما امه محمد ان شاء الله يما خديجه
وبابا الزين الله يرحمهم هما ربي مع الشيء تاع الخير ان شاء الله ربي يرحمها 1000 فوا هذا هو يما خديجه وبابا الزين ربي يرحمها 1000 فوا 1000 فوا 1000 فوا اللهم ان شاء الله الخدمه اللي خدمتها في رمضان هذا توصلها ان شاء الله ان شاء الله ليهم هما لوجه الله ان شاء الله ليهم هما بركة وكل أمة محمد انا ثاني عندي بابا اسمه مختار نعم اختي اميره أنا يعني ان شاء الله لي يعرفوا اللي ما يعرفوش ترحم عليه هذا واش انا ما في مجهود والله هكاك لله في سبيل الله راني ما طالب والو كبيره كي راه تفكرت عيطت لك باش نقول الله يرحم والديا اللي علموني في الخير في الشيء هذايا الله يرحم يما خديجه وبابا الزين الله يرحمه الله يرحمه الله يرحم امه محمد كل اللي عنده ام واب ولا اخو ولا اخت ولا الله يرحمه واللي عنده ام حيه وبابا حي يستحفظ عليه مع قد ما يقدر ان شاء الله يا خويا وزين قال اللي عنده ام حيه وبابا حي يستحفظ عليه مع قد ما يقدر اللهم ان شاء الله الوالدين هم فوق كلش وربي يرحم كل كل مؤمن ان شاء الله وعيد مبروك الامه الاسلاميه كامله والله قاعد يبكي وربي يوفقنا كل خير ان شاء الله وربي يهدينا وربي يسمح لنا كل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ملاقات في الجنة إن شاء الله الدنيا هذه راهي تاريخ فقط إن شاء الله إن شاء الله وصلت عبور كما يقول إن شاء الله إن شاء الله ملاقات هذه الحياة في رمضان إن شاء الله الوالدية إن شاء الله وربي يرحمها 1000 فوا إن شاء الله خير هذا ربي يسلم يما خديجة وبابا الزين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكا في عيني ربي إن شاء الله يرحمهم ويتغمدهم برحمته إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وربي يوفقنا إن شاء الله بالخير يسلمك الله ان شاء الله نكون وفقت وسيله للناس لتحقيق الخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير هذا ربي يوفق ولدينا وربي يرحم ولدينا ربي اللي ربونا عشيه اللي ربونا عشيه ساعه الخير وربي يرحم ولدينا وربي يرحم ولدينا واللي عنده ام حيه وبابا حي يستحفظ عليه مع قد ما يقدر باسكو الام تعاود والاب ما يتعاود انا نصحكم لوجه الله نصحكم لي وجلا مارغري ويما وبابا راني عملنا ما مشي نقلوهم بصح ما يتعودوش خلاص والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصحه فطولكم الامه الجزائريه كامل ان شاء الله خير خاطر راني نجي نطلع عليك وراني نمرو تاعك نعيط لك ان شاء الله هذه سما قاعده تاع حنا في حنا برك سما هنا تاع جماعه اللي يجيو الاخرين هكا ان شاء الله هيا خويا قادر سلام اخويا على خير في الامان الله يسلمك صح هيا بسلامه كلمه الاخر هاي تقولها مش راح نقوله لك رجل طيب يا خويا ان شاء الله بعيد بعيد اقعد ان شاء الله ربي العالمين يتقبل منا الصيام ان شاء الله يا خويا الايام ونتمنى يحبي يقول عيد مبروك للامه الاسلاميه كامله والامه العربيه وخاصه خاوتنا الفلسطينيين ان شاء الله ديما فلسطين وغزه فلسطين ان شاء الله تتحرر ان شاء الله خاصه المقاومه الاسد هذاك نسيت اسمه زهير الاسد ديما قدام ما تسبلوا لهمش ما تكرديوش قرا عليهم هم يسمعوا ليه تسمعوا ليه هودا هاي قال لك لي سولجيريا راه ما ما كانت تخربوا فينا اقولهم انا قال لك يخرب فينا باصا ولا كيف سولجيريا على الصح ولي يخرب فينا باصا ان شاء الله ربي ينزل علينا هذا المغلا هدايا ان شاء الله يا خويا التجار نداء للتجار الشيء اللي درتوه وعيب عليكم ثم ما ربحتوا واش ربحتوا واش ديتوا دراهم ديتوا فقرتوا الناس مساكن الدنيا فاني فارغ كاين والو راك ربحتوا دراهم وابخي تخرج قدوه في الدواء صادي بوط تخرج قدوه اكسيدون صادي بوط تخرج في مرض القادر الصدقه هذه انا واحد من الناس من واحد بابا ويما ربي يرحمه الحمد لله يا خويا قال لك كامل الليل بابا ويما قال لك الميت الحاجه اللي يندم عليها الصدقه قال لك يشوف العظمه تاعها غدوه في الاخره الصدقه يندم عليها من اللي فيها الفضل وفيها الثواب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء قد واحده ولا دوك نشوفوا الراجل يا ربي على مال دوك نشوفوا شفت الفكره هذه مساكن الناس وبربي ان شاء الله نديرها ام بس لازم تصلح معايا وما كنت هذه الفكره تاعك ما كاينه واحده حنا نمدوا له واحد على كل حال وندرسوا هذيك تاع الوحايه تاع المره الجايه. ايوا شفت كيف اخويا العزيز وسمك الله؟ محمد العربي. خويا محمد العربي ان شاء الله اخويا تكون فكره مليحه ان شاء الله ولاد عنابه معروفين بالرجله. هكا ولا نعيط لك داري حتى انت يعيط لك. ان شاء الله. هاك رقم هاك النيميرو عايد ان شاء الله اخويا هيا. هاي سلامة. هيا اخويا. اسمح لي الحال.
تشوف اخويا كاين رجال في عنابه اخويا الحمد لله في الجزائر ولا اخويا مسكين جاك عدى يسقسي على اسكو بقى ثاني ان روبا باش يتعايش يفطر به ولا لا مشكله هنا كي تدخل البسمه في وش اخيك وتفرحوا الدنيا وما فيها غير توكلوا برك ويشرب مسكين وياكل هكا لكن حيت عليها خبينه كيما يقول اخويا هذا ميساج لبلاد عنابه يشوف الفيديو هذا يفهم الخير يفتحوا ابواب الخير اخويا ولا كي تعود ابواب الخير ينقص ابواب الشر صباح هذا هو العالم تاع الشهداء اخويا اللي ماتوا عليها رجال اخويا فلسطين اخويا ديما فلسطين فلسطين الشهداء انا هالي ما عرفناش هالي نصور دي فوالا غالب انا في عنابة قال لك بوراكا بالطماطم اخويا سمعتها شي يعني طيب فيها بط ها ما تصلحش بطماطم بوراكا بطماطم ما تصلحش نورمال المهم بوراك عامل تصلح كلش بوراك كلش ماشي رانا هذا الزيت النباتي بوراك بوراك هاي ولاد الاطياف تحبوا تقولوا حاجه على عنابة ولا شوفكم اصحابكم في الخارج في الداخل تحبوا تبانوا ما تبانوش تقولوا صحه عيدكم صحه رمضانكم هاي